طيب احنا معانا جدول فيه بعض الفئات بالارقام، ولو ممكن استاذ اشرف تشرحه لنا بقى. اوكي. هو بالنسبه للسيارات او الجدول ده بالنسبه للسيارات اللي هي غير اوروبيه، فده بالنسبه للجمارك بتاعتها العربيه ال 1600 دي 40%، ورسم التنميه 3، ورسم جدول 1%، وقيمه المضافه 14. صح. فبالتالي دول اسعار بتاعت، خلينا في الجدول الاولاني اللي هو الفئه الاولانيه دي، هنلاحظ فيها ايه؟ ان الاسعار هتتحرك بالنسبه اللي هي ال 12% اللي زياده في الدولار الجمركي. يعني الرسوم دي هتزيد 12% تقريبا. هي هتزيد الرسوم، الدولار هيزيد 12%، فهيأثر في العربية ال 1600 بحوالي 4%. أنا بقول قيمة الرسم ده لو حسبناه هيبقى الرسوم دي هتزيد 12% على السيارات الغير أوروبية. بالنسبة بقى للعربيات اللي هي الأوروبية، لو نلاحظ هنا إن في آخر الجدول خالص إن الجمارك اتشالت. فالرسوم هتبقى رسم تنميه مثلا العربيه ال 1600 3%، 1% جدول، 14% قيمه مضافه. ده بالنسبه للعربيه اللي هي الايه؟ ال 1600 الاوروبي. لو حسبنا ال 12% اللي هم على ال 12% اللي اتشالوا قدام ال 12% اللي هم اللي اتحطوا في الدولار الجمركي، فرق الدولار الجمركي، ما ال 12% دول عباره عن ايه؟ ال 16 استاذ اشرف انا مش فاهمه حاجه مش عارفه مش حابه اقول كده على هواك. خليني اقول لك على حاجه. الجمرك كان 16 جنيه، الدولار الجمركي 16 جنيه، بقى 18 جنيه. ايوه. يبقى الفرق ما بين ال 18 وال 16 دول حوالي 12%. تمام. فال 12% دول اللي هتزيد بيهم الرسوم اللي على السيارات. مش سعر العربيه كله، الرسوم اللي على العربيه. الرسوم اللي على العربيه هتزيد 12%. ده يزودها قد ايه بقى؟ بالنسبه للايه؟ لاني عربيه؟ اللي غير اوروبي. الغير اوروبي هتزيد الرسوم بتاعتها 12%. يعني سي مثلا. ما احنا قلناها على فكره، انا قلت لحضرتك ان ال 12% دول بيؤثروا في العربيه ب 4%. يعني هقول لك مثال بسيط. العربيه لو رسومها 100,000 جنيه هتبقى 112. يعني لو اخذنا بالظبط الوحده اللي هي 100,000 جنيه، لو العربيه تدفع جمرك 100,000 جنيه هتدفع 112. بالظبط. هتزيد ال 12,000 جنيه دول. لو العربيه بتدفع 200,000 جنيه هتزيد 24,000 جنيه. يعني لو اخذنا الوحده اللي هي ال 100,000. هو بقى ال 12 اللي بيتكلم عليهم الاستاذ اشرف دول، ولنفترض ان العربيه اللي بتدفع 100,000 دي ثمنها 300,000. فال 12,000 على ال 300,000 يعملوا 4%. اللي احنا قلنا المحصله النهائيه 4%. ده انا بتكلم عشان المشاهدين يبقى الموضوع اسهل شويه بالنسبه له. العربيه اللي مش اوروبيه هتزيد في حدود من 4 ل 4.5% من ثمنها دلوقتي حالا، قبل التغيير الدولار الجمركي. طيب والاوروبي، معلش تاني الاوروبي. دلوقتي الاوروبي احنا قلنا، لو الجدول يرجع تاني بس هوضح لنا الجدول تاني. يعني افتحوا يا استاذ زواد اسمكم كده. هي يعني قبل الجدول اهو. بالنسبه للعربيه الاوروبيه خلينا تحت خالص. ايوه. هنلاقي العربيه الاوروبيه بتدفع ايه؟ بتدفع 3.1 و14 بالنسبه ل 1600 بعد سنه 2009، يعني بعد اول السنه. احنا بنتكلم ده بعد اول السنه، وطبقا للاتفاقيه انها الجمارك هتتشال. كنا بندفع المصاريف دي على 16 جنيه الدولار. هيبقى 18 جنيه الدولار. يبقى في زياده 2 جنيه في قيمة الدولار الجمركي. أيوة. دول يمثلوا 12% من الدولار. أيوة. فيبقى ممكن في العربية ال 1600 نلاقيها تتعادل. لا مش هتتعادل قوي يا أشرف، لأن برضه عشان نكون برضه واضحين شوية مع المشاهدين، إحنا هنقول إن هما ال 12% اللي نزلوا من الجمارك بيقابلهم 12% من قيمة الدولار الجمركي، التانيين 12 بحالهم. فهتبقى هتنزل 3% وتطلع هتنزل 3 هتزيد اسف 3% دلوقتي، وكانت هتنزل حوالي 5 او 6%. هما كانوا 8 منهم الشركة الأم بتاخد بتزود كل سنة، المحصلة النهائية كانت 5. الخمسة دول هيروح منهم 3 في الزيادة دي، يبقى المحصلة النهائية العربية الأوروبي ال 1600 هتنزل من 2 ل 2.5% ل 3% بحد أقصى أول السنة. دي المحصلة النهائية على الأرقام. 12 ل 2%؟
ايوه ما هم 12 حضرتك طلع قدامهم دولار جمركي وطلع معاهم زياده هتاكلها الشركات الام اللي بتزود بره. الشركات دي بتزود في حدود ال 3% من اول السنه. الشركات بره بتزود؟ الشركات بره الام كل سنه بتزود عشان عشان الموديل الجديد. الموديل الجديد والتضخم العالمي عموما بيبقى فيه 2 3% دايما في الاسعار. هل ده السبب انه خلال السنوات اللي فاتت المستهلك ما كانش بيحس بال 10% بالظبط كده؟ بالظبط.